بكم في حلقة جديدة من انقلاب الصورة. كيف تم الدفاع عن القرصنة الصهيونية ضد أسطول الحرية في بعض الإعلام العربي؟ لماذا تعرض الموقف السعودي من أسطول الحرية للانتقاد من كتاب سعوديين؟ ما طبيعة الحملة التي تتعرض لها تركيا في بعض الإعلام السعودي؟ كيف تحولت هيلين تامس إلى داعية لعودة الصهاينة من حيث أتوا؟ وهل خلت مصر من المرشحين القادرين على تبوؤ منصب رئاسة الجمهورية؟ أعلنوا تأييدي لإسرائيل في دفاعها المشروع عن النفس. الكلام ليس لنا طبعا، بل لكاتب عربي انبرى في لحظة حماسة للدفاع عن القرصنة الصهيونية ضد قافلة أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأين؟ في موقع إلكتروني سعودي. الكاتب هو خضير طاهر والموقع هو إلى. ما قامت به إسرائيل بخصوص السفن القادمة من تركيا عمل مشروع قانونيا وسياسيا، فجميع ركاب السفن لا يحملون تأشيرة دخول رسمية إلى الأراضي الإسرائيلية. وطرح خضير الطاهر سؤالا مفاده: أي دولة في العالم تقبل دخول قوافل بحرية إلى أراضيها من دون الحصول على تأشيرة الدخول الرسمية والسماح لها بالمجيء؟ وقال: الجيش الإسرائيلي عندما منع دخول السفن كان يطبق القوانين التي تنفذها كافة دول العالم في منع تسلل الأشخاص غير الشرعيين في اجتياز الحدود، وكلنا يعلم أن إسرائيل مستهدفة أمنيا من قبل عدة جهات إرهابية، ومن حقها أخذ الاحتياطات الأمنية المشددة. لقد سبق أن أعربت إسرائيل عن استعدادها لنقل التبرعات إلى غزة وفق الطرق القانونية، ولكن رفض هذا العرض، وكان القصد من هذه الحملة هو الاستعراض الإعلامي وترديد الشعارات الغوغائية والتشويش. وطبعا لا نستبعد مطلقا ضلوع إيران وسوريا وتنظيمات القاعدة والإخوان المسلمين وغيرها في التخطيط والمشاركة الفاعلة في هذه الحملة التلفزيونية الاستعراضية التي لا تخدم الفلسطينيين أبدا. إنني كمواطن عربي أجد أنه من الواجب الإعلامي والأخلاقي تقديم رؤية معرفية وقراءة هادئة للحدث بعيدا عن الصخب الدائر. وأعلن تأييدي المطلق لحق إسرائيل في ممارسة حق الدفاع عن النفس ومنع دخول الأشخاص والسفن بطريقة غير شرعية من دون الحصول على الإذن الرسمي لها. طبعا لم يكن مقال خضير طاهر فريدا من حيث المعنى، بل تولى بعض الصحف السعودية كالشرق الأوسط مهمة نشر مقالات مشابهة حملت أيضا على أسطول الحرية كما سنرى. طارق الحميد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية هاله حجم الجريمة الإسرائيلية ويريد للكيان الإسرائيلي ألا يفلت من العقاب. كيف؟ هذا ما ينصح به الحميد. كل المطلوب من العرب اليوم وتحديدا من الجماعات المنفلتة من كل عقل ومن يقف خلفهم ألا يرتكبوا أي حماقة باسم الدفاع عن الفلسطينيين والعرب وغيرهم، أو للرد على ما اقترفته إسرائيل مع السفن المتجهة إلى غزة، وبالتالي يقدمون خدمة على طبق من ذهب للإسرائيليين تنسي العالم ما اقترفوه من جريمة أو تشتت الصورة السوداء التي رسمت عن إسرائيل قبل أمس. يضيف الحميد: للأسف فإن لدينا مسلسلا طويلا من الأخطاء التي لا تخدم إلا إسرائيل، وعليه فيجب أن يتنبه العرب إلى ذلك جيدا، بدلا من التلويح بسحب المبادرة العربية والتهديدات التي لا طائل منها، بل علينا أن ندع ردود الفعل الدولية تتدحرج ككرة ثلج على رؤوس من ارتكبوا هذه الجريمة حتى ينالوا العقاب.
أما عبد الرحمن الراشد فيرى في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن القافلة هي أيضا فرصة لمن يسميهم المعتدلين. وفي تقدير الكاتب، سواء كان الهدف من القافلة الاحتجاجية إغراق المفاوضات وإلحاق الحرج بالمعسكر العربي المعتدل أو مساندة الغزاويين بالخبز والإسمنت، فإن القافلة من حيث لا تدري فتحت فرصة ثمينة. فالمناخ الآن موات لعمل سياسي في الاتجاه الآخر. ربما لا تكسر القافلة الحصار، بل الجمود السياسي في المنطقة ككل حول الموضوع الفلسطيني العربي، أمر لم يخطر ببال المنظمين للقافلة، ولا يعني كثيرا حكومة نتنياهو التي تريد التصعيد للتصليح. هكذا إذن تنقلب الصورة، عرب يزايدون على إسرائيليين في تبرئة المجرم وإدانة الضحية، وأعلام يدس السم في دسم الشهادة. إزاء موقف بعض كتاب الإعلام السعودي المنتقد لأسطول الحرية كما شاهدنا، حاول كتاب عرب وسعوديون البحث عن أسباب في هذه المواقف. طرحت شبكة الملتقى الإخبارية السعودية أسئلة إزاء هول جريمة أسطول الحرية، منها أنه إذا لم تكن السعودية حاضرة في مثل هذه الأوقات فمتى تحضر؟ وإذا كانت تزعم قيادتها للعالمين العربي والإسلامي على الورق فمتى تطبق الزعم؟ وإذا كانت قضية فلسطين العربية والإسلامية التي هي عنوان الزعم السعودي لم تحرك ساكنا لدى النظام السعودي الجامد فمتى يتحرك؟ السعودية وإعلامها مشغولان بإيران والحملة عليها، ومن تابع القنوات السعودية يجد أن حماستها لا تزال قائمة ضد حماس وفي الدفاع عن وجهة النظر الصهيونية. هذا الصمت واللامبالاة وحرف الصراع عن وجهته الحقيقية لم تجد فيه الدكتور مضاو الرشيد في مقال نشرته صحيفة القدس العربي أمرا مستغربا، فقالت السعودية خرجت من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون تطبيع رسمي مع إسرائيل، بل إن السعودية تجاوزت ذلك حينما حرمت على المجتمع السعودي التظاهرات أو الحراك الشعبي لمناصرة المحاصرين في غزة، وزجت بالداعين لوقفة ولو رمزية ضد العدوان الإسرائيلي بالسجون. وأضافت الكاتبة السعودية قائلة إن الصمت السعودي الحالي ما هو إلا عملية استئصالية للضمير السعودي الشعبي، وهي اليوم تلعب أكبر دور في استمرارية حالة الصمت واللامبالاة المنتشرة في العالمين العربي والإسلامي على مستوى الأنظمة، وتعطي منتهك حدود غزة والمتحدة.